أبو عامر، الحقيقة لنا الشرف أننا نصير قريبين منكم. هذا ولدي سعد، الله يسلمك، من خيرة الرجاجيل، رجال حط عليه يمناك في كل شيء، ما همه إلا البيت والدوام والمسجد فقط لا غير. لا وبشرك بعد شيء ما تدري عنه، راعي صيد مثلي أنا وياك. أنا أتمنى أننا نطلع كشتة مع بعض وتشوف عائلة. ما شاء الله، إلا سام راتبكم يا عم. راتبه 12,000 ريال. لو أنت تشتغل يا سعد. يشتغل الله يسلمك يا وليدي في شركة حكومية، عقودهم حكومية. الله يوفقنا وياه. لا وبشرك يا أبو عامر، راعي صلاة، محافظا على صلاته بالمسجد. هذا اللي احنا نبيه. الله يسلمك، الله يطول عمرك. يا بنتي كلهم حلوين، البسي اي واحد وخلصينا. نوف مين بنازله وما في شوف اليوم. وشو يمه؟ الولد يرقل من يوم ما دخل، ما تكلم ولا كلمه، ما غير يتكلم عنه ابوه. طبيعي يا ولدي، الولد بيستحي. ليت على الكلام بس، وجهه شبهه، وعلشان ما احط بذمتي شيء ابى اقول له نسال عنك وبعدين تجي تشوف البنت. شيل يا خوي. العب. أنا سجل سجل يا حبيبي، اللعبة اللي قبل ما مشيت معنا بسميت يا حبيبك. أنا اللي حالي ماشي معك، سجل على ظهورك، امسك ناظرة، أنا البيع السبعة. سلام يا عيال. عليكم السلام، جيت وجابك الله. أبيك تدق على خالك. أنا اللي بيك تدق على خالك. نعم تعال معي. خير عامر؟ في شيء؟ ما في لك الخير، بس أختي خاطبها واحد وبيك تكلم خالك يجيب معلومات عنه. هاكم اخلص يا اخي. كم كالعادة دفرة A بلس. احلف. يس يبا بشرك، نجحت. زين يا بنيته، زين، مبروك. وراح ابشر امي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يبا هبيك موضوع، سعد اللي خطب اختي نوف ما يصلح، وبيك ترد عليهم وتقول لهم الله يستر عليكم، ما في نصيب. افا وش السبب؟ هم كذبوا علينا، قالوا راتبه 12,000 وطلع 8,000، متوظف له شهرين. ايه بس وانا ابوك يمكن مع الزياده والبدلات يصير 12,000. يبا هالولد ما ينفع. انا اعرف ابوه من 30 سنة ونعم الرجل. انت تعرف ابوه بس هالولد ما تعرفه. وش عرفك انت؟ سليمان تركني أنا أبوي الحالة. أنا ما كنت بتكلم في البداية علشان أخوتك في أبوه، بس دام الموضوع يمس أختي هبتكلم. وش عندك؟ يبا سعد سجل له نظيف وعليه سوابق. ها الله يستر عليه. بغيت تدهورون أختي وتضيعون مستقبلها بحجة أن نصيبها جاها. يبا هذه أختي أحبها وأعزها، ولا أرضى تتزوج إلا اللي يستحقها. وش فيه بعد صحينا مدميعة؟ ما فيني شيء. ليكون سقطتي بس. لا جبت A بلس. هاجل ورست بكين. عامر انت لو ما وقفت معي وسمعتني وحسيت فيني كان ضاع مستقبلي مع واحد ما اعرف عنه شيء. الله لا يحرمني منك يا عزوتي.